بالتأكيد أتفق مع دولة الرئيس أن التحولات والتغيرات التي تشهدها المنطقة على كافة المستويات السياسية الأمنية الاقتصادية هي عامل إضافي يحتم على العراق ومصر أن يلعبوا مطلوب استقرار القيام بدور محوري يساهم في حفظ مصالح الأمة العربية واستقرار وأمن المنطقة. أمن العراق واستقراره هو جزء من أمن مصر والعكس صحيح، وبالتالي فإن كل المشاورات والتواصل بين الوزراء والمسؤولين الأمنيين هو مهم ومطلوب في هذه المرحلة لتحقيق هذا الاستقرار. نؤكد على موقفنا الداعم لكل مبادرات الأشقاء في مصر تجاه مختلف القضايا في ليبيا ومؤخرا في السودان، فضلا عن الموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية. كل التقدير لكم دولة الرئيس على هذا الاستعداد والرغبة الجادة والمخلصة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين بما ينعكس على مستوى الشعب وتطلعاته التي تأمل أن يكون هذا الحجم من التعاون بشكل عملي وملموس. شكرا جزيلا لكم. شكرا.